من هو في نحب ان نشير الى يعني ما نعرضه الان في هذه النافذه. هذه المنصه كانت خاصه بالطيار الشعبي والتي كانت يعني قد ازيح انصارها منذ قليل وحدثت اشتباكات. اعتقد انك يعني نالك جزء منها وانت قادم الى الاستوديو. هذا صحيح وليست بالسهوله انك قد وصلت الى هنا. الحمد لله على السلامه الاول. الحمد لله. لكن يبدو ان هناك يعني انا عايزك تنظر معايا استاذ ايمن, ويعني في الاشتباكات بدات مره اخرى الاشتباكات ومحاوله هدم المنصه كما ترون على الشاشه. بالضبط, يعني هي في الخلفيه لنا مباشره الطوب بدا يتطاير في الهواء والخشب المنصة هناك من يزيله الآن, لا نعلم من هو, لكن يبدو أن هذه المنصة كما علمنا هي منصة التيار الشعبي اللي هي يعني لمظاهرة القوى السياسية والأحزاب التي تنادي بكشف الحساب لمرسي بعد 100 يوم. هناك نداءات الآن, ثوار أحرار هنكمل المشوار. إذن هي ليست هي اشتباكات بين أنصار مرسي وتيار شعبي مثلا, ولا إيه؟ يعني هل ممكن أن نطلق عليها كذلك؟ لا نستطيع أن نطلق عليها غير أنها مستوى آخر من مستويات الأزمة التي نمر بها. يعني لا تختلف كثيرا عن ما سمعناه من سيادة المستشار, كلها مظاهر للأزمة. طيب أستاذ أيمن, يعني الجميع كان يعلم أن هذه الجمعة خاصة لكشف الحساب لمرسي بعد 100 يوم من أنصار التيار الشعبي. هل الإخوان استغلوا هذه الأزمة في موضوع النائب العام وموقعة الجمل لإجهاض هذه المحاولة وهذه المظاهرات يعني التي ربما تطالب بمحاسبة مرسي؟ يعني ربما هذا السؤال يفترض أن يوجه للإخوان ولا يوجه إلي, ولكن أيضا ليس هذا هو السؤال الأهم. يعني أنا أخشى أننا أحيانا كثيرة ننجرف إلى تفاصيل وننسى جوهر المشكلة. طب استاذنك استاذ ايمن متابعه الاحداث عن قرب ثم نعود مره اخرى للنقاش.